نرجع لأخت نور شيخنا مرة أخرى. سألت قالت أنها لديها أشياء لا ترغب باستخدامها موجودة عندها وترغب بالصدقة بها على الفقراء، فهل هذا جائز زائدة عن حاجتها؟ لا بأس، من كان له فضل زاد فليعود به على من لا زاد له. فتصدق الإنسان بما زاد عن حاجته هو من أفضل ما يصرف به الفاضل من المال، وذلك لا ينقص أجره ولا ينقص ثوابه، لأن التصدق في هذه الحال هو من العمل الصالح المندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، وفي قوله اتقوا النار ولو بشق تمرة. طيب.